Thank you.
الله الله سيدني وغدني يا الله الله انصرني بالعزيز علي يا الله الله انصرني بالعزيز علي يا الله الله يا الحضرين صلوا على جدا جدا كانت ليلة ربانية متميزة صوفية. بغينا نجيبوا الحلوى ديال اول يعني تأسيس المنتدى ديال التراث ياك باش كنا نحتفل ونحتفلوا معكم باش ان شاء الله تكون هاد السنة 2023 سنة خير سنة محبة سنة سلم سنة عطاء وسنة تميز للتراث المغربي الأصيل. خليكم معنا لو سمحتم كطلب الجميع يبقى معنا باش نقطعوا الحلوى ديال نجيبوها عاد نختموا مع الطائفة العيساوية الأكثر من رائعة الطائفة الفاسية برئاسة المقدم عبد الله يعقوبي. والشكر موصول لفرقة الأصالة لأدب الملحون برئاسة الأستاذ رشيد الحكيم. تحية كبيرة لهم. الحلوى موجودة ولا نغنيو؟ نغنيو ياك للعيشة. الحلوى موجودة ولا نغنيو؟ ألا يا مريض الله أنا عد لقول صغار إذا تم قولي به تصل لله الملك والملكوت كذاك الجبار فكلها نعود مسمها فغيب عن الصفات وفنى في ذات الذات هذه تطلعات والأمر إلى الله ألا يا مريض الله أن عتل قول صغار إذا تفهم قولي به تصل لله نرجعوا مع الطائفة العيساوية سيدي المقدم عبد الله يعقوبي.
فلا أرحم ولا أحشى من نطفة
صورني انا ماني فياش الله نغلق اللهم صل على المصطفى حبيبنا والمدد المدد يا رسول الله اسقنا بالمدد يا في ظلمة أرحم صورني بالنطفة وبدني بالأنعام نعمة من كل صنفة وخلق لي ما وطعام والعين مختلفة ونزلت بغير قماش غطاني واسترني كل شي معايا يلا اسمع والمدد المدد يا رسول الله واسقينا بالمدد يا حبيب الله شكرا 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 Yeah.
المرجوانين كيف نعمل يا ربي على فراق الحباب واش داروا بعدهما على فراقي يا لالا وجهي بالصبر